انا يا بابا كنت عشان في بالي 50 يوم ما قدرتش اجيك يا بابا. والله ما قدرت يا بابا اليوم، قلت بكره بحط لك في الغداء. والله يا بابا اليوم مش شيء في السوق، قلت لي مش تاكل ليش يا بابا؟ انت احنا اخر مره بكفي احمد وكبير. طيب يا ابو حبيبي يا بابا استودعتك الله يا بابا. اوسختي استاهل الشهاده يا بابا. قال لي يا بابا انا ما تحس جبل والله. ليش يا بابا؟ يا بابا ليش؟ خليني اخر مره بشوف ابوي يا امين. خلاص انقطعنا يا امين، والله انقطعنا يا اخوي، والله انقطعنا يا اخوي، والله انقطعنا. الله يسترك انت يا امين، والله انقطعنا يا امين. ابوي جبل.